من القدس المحتلة تنضم إلينا مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية. أحييك دانا. تطورات متلاحقة حقيقة في الداخل الإسرائيلي وخاصة في ما يتعلق بعدة ملفات في نفس الوقت الذي نتحدث فيه حول هذه الخلافات التي تضرب بجذورها ما بين حكومة الحرب الإسرائيلية. هناك تظاهرات يبدو أنها هذه التظاهرات تشتد شيئا فشيئا. فكيف يبدو جديد التطورات في الداخل الإسرائيلي؟ بالفعل نبدأ في التطورات الميدانية والحديث عن عشرات الآلاف التي تتجمع الآن قبالة وزارة الأمن الدفاع الأركان الإسرائيلية المعروفة باسم الكرياة في شارع بيغن، وهو شارع رئيسي حيوي في تل أبيب، تم إغلاقه من قبل المتظاهرين المحتجين والذين يرفضون تزمت بنيامين نتنياهو في مواقفه الرامية إلى عدم تمرير صفقة التبادل، وخاصة بعد إعلان بنيامين نتنياهو عن تزمته في مواقفه المتمثلة بعدم الانسحاب من محور فيلادلفيا. وهذه النقطة لربما التي تشكل من عراقيل التي وضعها الاحتلال الإسرائيلي أمام المضي قدما في هذه الصفقة. نتحدث ليس فقط عن تل أبيب، نتحدث أيضا عن القدس المحتلة، والآلاف من المتظاهرين يتجمعون قبالة وأمام مركز الحكومة ومركز إقامة بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة، أيضا في شارع غزة، وحتى أنهم أعاقوا موكب حركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما أدى إلى تأخيره حتى يستطيع الخروج بسبب هذه التظاهرات. هذه التظاهرات حملت شعارات تشبه كثير من الشعارات التي كانت في الأسابيع الماضية، ولكن مقارنة في الأعداد الأسبوع الماضي كنا نتحدث عن أكثر من 400 ألف متظاهر. الأعداد الآن كبيرة، حتى اللحظة لا يوجد أي تقديرات رسمية من قبل المنصة الرسمية في تل أبيب لعوائل المحتجزين، ولكن الأعداد مقارنة في الأسبوع الماضي فهي أقل نسبة. والحديث بأن كان هنالك العديد من الكلمات عبر هذه المنصة قالوا فيها بأن الإفراج عن المحتجزين يجب أن يكون من سلم أولويات الحكومة الإسرائيلية، وبأن هذه الحكومة كانت قد استطاعت الإفراج فقط عن 8 أحياء، فيما تم الإفراج عن 27 من المحتجزين كانوا أموات أو قتلى، وتم العثور عليهم إما في أنفاق أو في عمليات قنص وغارات كثيفة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. وبعدها كان هنالك ارتفاع في صدى صوت هذا الشارع الإسرائيلي الذين قالوا الكل مقابل الكل. نعم. أي الإفراج عن جميع المحتجزين لدى فصائل المقاومة مقابل الإفراج عن جميع الأسرى الأمنيين، حتى وإن كان هذا لربما ثمن من أثبان الحرب التي يجب أن تدفع. وهذه جزء من التظاهرات الأسبوعية التي تعول عوائل المحتجزين على باقي المناطق، ونتحدث عن مناطق رئيسية تحدث فيها هذه التظاهرات. كنا تحدثنا عن القدس المحتلة، بئر السبع، قيصاريا حيث يقع المنزل الشخصي لبنيامين نتنياهو، وكذلك الحال حيفا وإغلاق الشوارع الرئيسية هناك من ضمن توسيع قاعدة وقاعدة الاحتجاجات في الشارع الإسرائيلي. وهذا يتماهى أيضا مع التصريحات التي كانت قد نقلتها إذاعة جيش الاحتلال والقناة 13 العبرية، والتي مفادها بأن سيكون هنالك توسيع للعملية العسكرية في الشمال، أي عند الحدود الشمالية مع جنوب لبنان، وهذا في طبيعة الحال سيعرقل إتمام الصفقة، وهذا سينعكس مع استمرار وجود المحتجزين هناك دون الإفراج عنه. مع وجود يعني المحتجزين بكثرة كما نرى في هذه المشاهد المباشرة التي تأتينا من تل أبيب، عائلات المحتجزين دانا يتحدثون على أن تصميم نتنياهو على البقاء في محور فيلادلفيا يعرقل بالضرورة، أو من أهم يعني الأحداث التي تعرقل صفقة التبادل. في نفس الوقت أيضا هناك من يتحدث على أن رئيس شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي سابقا يقول أن إسرائيل عالقة في غزة وتنزل في نفس الوقت، وأن تصميم أو حيلة بنيامين نتنياهو على البقاء في فيلادلفيا لا معنى له. إذن كيف تأتي هذه المعطيات في هذا السياق؟ بالفعل حساني، كل أصابع الاتهام تشير إلى بنيامين نتنياهو الذي هو المسؤول عن عرقلة هذه الصفقة، وخاصة أن هنالك إجماع من قادة الأجهزة الأمنية، من وزير الأمن الدفاع يوآف جالانت، وحتى من أعضاء كابينيت الحرب حكومة الطوارئ المستقلين، نتحدث عن بني جانس، إيزنكوت وغيرهم، الذين يرون ضرورة إتمام هذه الصفقة، ناهيك عن المعارضة وزعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لبيد. إلا أن بنيامين نتنياهو يحاول إمادة هذه الحرب لأسباب شخصية أيديولوجية وسياسية، وحتى أن كان هنالك انتقاد من الداخل الإسرائيلي ذاته يقولون بأن نتنياهو قبل 19 عاما كان وزير في الحكومة الإسرائيلية، وكان قد وقع على قرار انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من محور صلاح الدين المعروف باسم محور فيلادلفيا، وكذلك الحال لم يكن لديه مشكلة، أو حتى بعد الدخول البري العسكري إلى قطاع غزة لم يكن محور فيلادلفيا من أهم الأسباب أو حتى التي يرنو إليها نتنياهو لتحقيقها، بل تأخر
في اقتحام هذا المكان تحديدا. هذا يعني بأن ما بنيامين نتنياهو هو كاذب في الحديث عن أن لا يوجد هنالك أهمية استراتيجية أو حتى عسكرية لسيطرة الاحتلال على محور فيلادلفيا. كل هذا جزء من التكتيكات العملية، وتحديدا نتحدث بأنها جزء من الضغط على حكومة أو على فصائل المقاومة وتحديدا على حماس لتقديم تنازلات في ملف الصفقة. نعم، تفاصيل مهمة، وأنت تحدثين حول هذه التفاصيل. تستمر المظاهرات في هذه اللحظات مباشرة في تل أبيب ضد سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأيضا احتجاجا على عدم إبرام صفقة تبادل. والزخم يزداد، أشكرك، كنت معنا مباشرة من القدس المحتلة، مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية. شكرا دانا.